أهلا بك جلال. ربما لو تطلعينا بداية على مجريات اللقاءات التي جرت اليوم بين وفد الجمهورية العربية السورية مع ديمستورا والوفود الأخرى، وهل من أي تسريبات من القاعات المغلقة؟ حتى الآن لم نسمع أي شيء، أي تصريح إعلامي لأي جهة موجودة في جنيف. تفضل. نعم، هذه هي السياسة المتبعة حقيقة في هذه الجولة على خلاف الجولات السابقة. جلال، نحن قريبين من مكان الحدث، وهناك يعني رغبة وسعي من الأمم المتحدة لفصل مسار ما يجري داخل هذه القاعات المغلقة كما أشرت قبل قليل عن وسائل الإعلام، باستثناء طبعا محل ومكان دخول وخروج الوفود. إذن لا تسريبات إلا بعض التصريحات التي تأتي هنا وهناك من بعض الوفود، وعلى رأسها المعارضات التي هي أساسا يعني تبرع في موضوع الاعتراض الصوتي دائما وحصول هذه البهجة كلما أتيح لها الفرصة. ما خلا ذلك لا تسريبات رسمية حتى هذه اللحظة تشير بالضبط إلى التفاصيل ما يجري داخل هذه القاعات. بكل الأحوال، بعيدا ربما عن هذه الآلية التي كما أرادها ديمستورا أن تجري في جنيف نقلا من أستنا، كان هناك لقاء لوفد الجمهورية العربية السورية اليوم بدأ الساعة 3:15 وانتهى بعد ساعة و35 دقيقة، هو الاجتماع الأول لهذا اليوم، الثالث على مستوى بدء المحادثات، وعلى الأغلب لم يكن هناك اجتماع ثاني في هذا اليوم على الأغلب. بعده كان هناك اجتماع في 5:30 مع وفد الرياض، وربما يكون هناك لا شيء صدر حتى اللحظة من الأمم المتحدة عن لقاء ديمستورا مع المنصات الأخرى. ولكن طالما هي الآلية التي تحدث عنها ديمستورا بأن هذه اللقاءات ستكون عملية متكررة كما قال ومكثفة، وتجري بشيء من العمق كما وصفها بالضبط، وتناقش السلال الأربعة بشكل متوازي، لذلك ربما نشهد هذه الحركة المتسارعة والمكثفة والمتواترة للقاءات التي تجري في مقر الأمم المتحدة دون أن يكون هناك تصريحات أو مؤتمرات صحفية حتى هذه اللحظة. طبعا عندما يقول ديمستورا بأنه سوف تجري مناقشة هذه السلال بشكل متوازي وبعض من العملية من خلال التسريبات التي حصلنا عليها، لا يبدو الأمر كذلك داخل هذه القاعات، لأن هناك تركيز على بعض العناوين دون غيرها من العناوين الأخرى التي يتم المرور عليها بشكل سطحي، وهو ما يرفع صوت البعض معترضا على هذه الآلية. وأيضا عندما يركز كذلك ديمستورا في بعض الأحاديث الجانبية ليس للصحافة إنما لبعض الشخصيات التي نستطيع منها أن نستشف ما يتحدث عنه ديمستورا، بأنه قال لولا أستنا لما كنا اليوم في جنيف في هذه الجولة. هذا يعني بأنه هناك تركيز ربما بشكل أو بآخر في الرغبة على ضرورة أن تبقى أجواء أستنا موجودة في أجواء جنيف، وعلى ضرورة أن ربما يتم التأكيد على مقررات أستنا، لطالما كان وفد الرياض بالتحديد قال لا الموضوع ما تم الاتفاق على أستنا ما يعنينا موضوع جنيف. هذا ربما يتنافى مع ما أكدته الأمم المتحدة مؤخرا التي اعتبرت بأن مسار أستنا وجنيف هو مساران متبادلان، وأستنا أطفى أجواء إيجابية على هذه الجولة. على كل حال، ضمن هذه الأجواء تجري حاليا هذه المحادثات، غدا سيكون هناك برنامج عمل جديد ولقاءات أخرى كذلك متواترة ومكثفة، سوف يتم الإعلان عن برنامج الأمم المتحدة ربما في ساعات متأخرة من هذا الليل. هكذا في هذه الجولة لا يتم الحديث عن برنامج عمل اليوم التالي إلا بشكل متأخر وربما في نفس اليوم وربما قبل ساعات جلال، لذلك لا يوجد برنامج عمل واضح حول جدول اللقاءات. طبعا جدول الأعمال متفق عليه، مناقشة السلال الأربعة هذا في العناوين، ولكن في التفاصيل تبقى داخل كواليس الغرف المغلقة. أيضا في إشارة سريعة جلال إلى أن هناك تصريح صدر لديمستورا ولم يلقى كثيرا الضوء عليه، لكن وكأنه أعيد تسليط الضوء عليه في أروقة الأمم المتحدة لبعض طبعا من نتواصل
معهم، الذي قال في وقت سابق واليوم كما قلنا تعاد هذه الورقة على الطاولة بأن هناك نشاط دبلوماسي رفيع المستوى يجري في الكواليس، وأيضا هناك لقاءات مهمة وكبيرة تجري في بعض العواصم لها تأثير كبير على سير محادثات جنيف وعلى نتائج جنيف. ما المقصود؟ ما هي اللقاءات؟ في أي عواصم؟ لم يكشف عنها دمستورة وقال لن أفصح عن ذلك، وهو حتى اللحظة فعلا لم يتم الإفصاح عن ما قصد دمستورة حول طبيعة وماهية ما يجري في هذه العواصم. على كل حال الأيام القادمة تأتي وتنبئ ربما ما الذي قصده، مع الإشارة أيضا إلى أن هناك تصريحات سابقة قال فيها دمستورة بأنه قد يكون هناك جولة جديدة من جنيف خلال شهر رمضان المقبل. لا شيء مؤكد، هي تبقى في إطار التصريحات الصادرة أكيدا من دمستورة أولا وأخيرا جلال. نعم، شكرا.